السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، معكم المهندس ياسين، يعطيكم ألف عافية. طبعا احنا في احد المشاريع تركيب دكت البي اي، دكت البي اي، هذا دكت البي اي. طبعا سبت له هاي وصلات التوصيل، طبعا دكت خفيف يتم استخدامه في التكييف المركزي. طبعا نقوم بتركيب دكتات الجي اي والبي اي طبعا حسب المشروع، حسب طلب الكاستمر والتنسيق مع المقاول في هذا الموضوع. طبعا عبارة عن دكت خفيف جدا زي ما تشوفوا، أنا بحمله بكل بساطة. هاي قطعة كاملة 120 سنتي، خفيفة جدا. طبعا لو كانت جي اي ومعزولة ما رح أنا أقدر أحملها هاي الطريقة خفيفة. طبعا دكت خفيف ولطيف.